السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي قوي، بقالنا كتير ما اشتغلناش. انا غايبة عنكم بقالي شوية، معلش عذرا. النهاردة هنشرح مع بعض طقم لانجري بتاع شي ان. الطقم ده قالب الفيسبوك، عامل قلبان، وكل الناس بتسأل على طريقته، عشان كده قلت ان شاء الله بأمر الله اطلع اوصل لكم الطريقه، اعملها لكم بحاجه بطريقه بسيطه. انا ما كنتش عايزه اشتغل صيفي دلوقتي لان ده موسم شتاء، بس بما انكم كتير قوي سالوا على طريقته، فانا هحاول ابسطها لكم ان شاء الله بامر الله ونقربها كده مع بعض. فضلا وليس امرا، لو مش مشتركه في القناه تشتركي وتفعلي زرار الجرس، وطبعا تعملي لي لايك للفيديو، وما تنسونيش بكومنتاتكم الحلوه اللي بجد بتدعمني وبتفرق معايا قوي قوي قوي. نسمي بالله ونبدأ مع بعض نشوف هنعمل ايه. طبعا هو ميزة المشروع ده انك مش شرط تشتري له خيط، انت لو عندك بواقي من الاليزا ديفا، بواقي قبل كده، يعني انا حاطه صورة الخيوط علشان خاطر لو في حد مش عارف شكل الخيط الاليزا ديفا، هي دي ورقته تمام، ودي بواقي من نفس النوع. انت ممكن تشتغلي المشروع ده ببواقي خيوط عندك، مش شرط ابدا انك تشتري له لو انت عندك بواقي. كل اللي هتشتريه لو مش عندك اللون الماستر او لون التقفيل، عشان ده هتحتاجي منه اكتر، اللون اللي هتقفلي بيه ممكن ده تشتري له مثلا بكرتين حسب المقاس اللي هتعملي، او بكرة كمان تكفيه. انا هشتغل بالديفا وهشتغل بابرة 1 و7، دي اللي هي 2 الا ربع، يعني انت بقى تقدري تشتغلي باتنين، ب1 و7، 1 و9، على حسب ما انت حب. فانا هشتغل زي ما قلت لكم ب1 و7، وهشتغل ببواقي. طبعا مش هشتغل بالخيوط دي، لا انا هشتغل بالبواقي لان انا هشرح بس كده الطريقة تمام. ومحتاجين طبعا، مهم جدا جدا، ابرة تنظيف ومقص، دول طول ما انت بتشتغلي وحدات فهم مهمين جدا بالنسبة لك. طبعا هو الطقم اللانجري ده مكون من جزئين، جزء التوب اللي فوق وجزء الجيب او الجيبة اللي تحت تمام. فانا هشتغل معاك جزء الجيبة اللي تحت وجزء التوب، هحط لكم فيديو ليه في صندوق الوصف، هو في القناة بتاعت ايفا، هحطه لكم في صندوق الوصف الفيديو بتاع التوب ان شاء الله، او هحطه لكم في البوست في تعليق مثبت. نسمي بالله ونبدأ. اول حاجة الوحدة هعمل دايرة سحرية او ماجيك رينج. الدايرة السحرية للي ما يعرفوش، اهو الخيط، بعمل صباعيني كده وبجيب الخيط، بمسك في ايدي الطرف القصير وبلف على الصباعين كده اهم من ورا كده، واجي من الامام واعمل كروس كده او صليبة او علامة فيه، والف كده وبالابرة ادخل من تحت الفتلة الاولى، اسحب التانية واخرج، وادي كده اتعملت الدايرة السحرية تمام يا بنات. بعد كده هعمل 1 2، انا عملت اول حلقة بعمل سلسلتين، التالتة كده، ده 3 سلاسل، دول اول عمود، وهعمل سلسلة عشان بين كل عمود وعمود هيبقى فيه سلسلة، وبعدين ادخل اعمل عمود سلسلة، يعني 3 سلاسل زي ما قلنا هنا، 3 سلاسل دول كأنهم العمود، وسلسلة الرابعة فراغ بين العمودين، وبعدين عمود وبعدين سلسلة بعدين عمود. هكرر الموضوع ده كام مرة، هبقى عايزة معايا 8 أعمدة، وبين ال8 أعمدة بين كل عمود وعمود سلسلة سلسلة عمود سلسلة كده. انا عملت كام؟ ادي 1 2 3 4 5، ادي 6 سلسلة، ادي العمود السابع سلسلة، ادي العمود الثامن وسلسلة، واشد الفتلة دي عشان اقفل الدايرة تمام. وهاجي هنا في 3 سلسلة وادخل اعمل منزلقة،
كده انا عملت 8 اعمدة بين كل عمود وعمود سلسلة. بعد ما عملت منزلقة هقص اللون، لان في المشروع ده كل سطر بلون غير التاني. هنقص اهو، واقفل بمنزلقة هنا. وننظف مع بعض علشان نشوف بننظف الأجزاء ازاي. انا شرحت قبل كده كذا مرة تنظيف الوحدات اهو. بعد كده بتلضمي الفتلة، بدخل الإبرة الأول عشان لو انت معاكي الفتلة قصيرة والإبرة طويلة مثلا عشان ما تتضايقيش. بتلضمي الإبرة، بتدخلي الإبرة الأول وبعدين تلضميها اهو. طبعا بتكرري الموضوع اكتر من مرة علشان تأمني شغلك كويس، بالذات في شغل الوحدات عشان لما يتغسل ما يفكش. ده بداية الدايرة دي برضو. واهم حاجة انت لو سبتي التنظيف عندك للنهاية، اهم حاجة كل لون بيتنظف في اللون اللي زيه بنفس الطريقة اهو. يا بنات عملت الإبرة الاول وبعدين لضمتها وتشدي، وبعد كده تقصي بالمقص. ده كده اول سطر معايا. تاني سطر طبعا هنغير اللون. انا بشتغل الوان زي ما قلت لكم عشوائي، وهو نفسه انت بتشتغلي الوان عشوائي براحتك. هتيجي في اي فتحه، احنا كنا عاملين عمود سلسله عمود سلسله، في اي فتحه بين عمودين تدخلي، وبلاش الفتحه اللي انت قافله عندها عشان القفلات والوصلات بتاعتك ما تبقاش في نفس المكان. هتعملي عقده وتطلعي 3 سلاسل، دول كانهم اول عمود، وتدخلي في الفراغ تعملي كمان عمود عشان يبقى معانا عمودين، وبعدين سلسله، وتروحي على الفراغ اللي بعده هنعمل اول زاويه. الزاوية اللي هي عبارة عن ايه؟ عمود التاني، عمودين، سلسلتين، عمودين. وبعدين سلسلة، نشتغل في الفراغ اللي بعده عمودين بس. وبعدين سلسلة، الفراغ اللي بعديه هيبقى ايه؟ هيبقى زاوية، عمودين، سلسلتين، عمودين. ادي عمود التاني، سلسلتين، في كمان في نفس الفراغ عمودين، عشان احنا بنشكل شكل المربع. وبعدين سلسلة، الغرزة اللي بعديها هتبقى عمودين بس فقط لا غير. ادي عمود وادي التاني، بعدين سلسلة، بعد كده هيبقى ايه؟ هيبقى الزاوية اللي بعدها. هنشتغل في الفراغ عمودين، سلسلتين، عمودين. ادي واحد، التاني، سلسلتين، عمودين في نفس الغرزة. بعد كده سلسلة، الفراغ اللي بعديها هيبقى ايه؟ عمودين بس. سلسلة، اخر فراغ ده هيبقى فيه زاوية، عمودين، سلسلتين، عمودين، او صدفة. تمام، زاوية او صدفة، كورنر زي ما تقولي. ده عمود وادي التاني. تمام كده. وبعدين احنا طلعنا هنا 3 سلاسل ارتفاع، في التالتة هنقفل بمنزلقة. تمام يا بنات، يبقى انا كده عملت ادي زاوية، التانية، التالتة، الرابعة اهو، ابتدى يبين شكل المربع. بعد ما عملت هنا كده هنقطع الخيط زي ما قلنا احنا بنغير كل سطر. طبعا بتسيبي حتة في الخيط كده عشان التنظيف. هعمل منزلقة واقفل واسحب الخيط بتاعي
وادخله جوه الشغل. والافضل ليكي وانتي شغاله وحدات زي ما قلت لكم انك تنضفي اول باول. لما بتنضفي اول باول شغلك بيبقى اهو نضيف وحلو. بعد كده السطر اللي عليه الدور اهو في اي مكان زي ما قلنا، وهتدخلي تعملي تلضمي الشغل بتاعك في الفراغ اهو. هنا دخلت عملت عقد التثبيت وهطلع 3 سلاسل، وبرضو في الفراغ هشتغل عمود كمان، عشان انا في كل فراغ هشتغل عمودين، ما عدا في قلب الصدف هشتغل برضو صدفة مكونة من عمودين، سلسلتين عمودين. بعد ما عملت العمودين هعمل سلسلة، واللي بعديها هدخل اعمل عمودين سلسلة، هبقى واصلة للصدفة هدخل في قلبها اعمل عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين، وايه دي عمود والتاني. بعد كده سلسلة الفراغ اللي عليه الدور هعمل فيه عمودين سلسلة، الفراغ اللي بعديه برضو عمودين سلسلة، هوصل للصدفة هعمل فيها عمودين سلسلتين عمودين. دي عمود التاني، وبعدين سلسلة الفراغ اللي بعديه عمودين سلسلة، الفراغ اللي بعديه عمودين عمود التاني سلسلة، نروح للصدفة ونعمل عمودين سلسلتين عمودين عمودين عمود، وادي التاني الفراغ اللي بعديه عمودين. يعني انا زي ما انتوا شايفين كده شغالة عمودين في كل فراغ بينهم سلسلة، سلسلة هي بين كل عمودين والتاني، لكن في الزاوية او في الصدفة او في الكورنر بشتغل اهو في قلب الصدفة عمودين سلسلتين عمودين. وده كده اخر دور في المربع، هو المربع في المشروع ده او في اللانجري ده مكون من 3 اسطر بس. بعد ما عملتها اقفل في تالت غرزة سلسلة ارتفعت بيها بمنزلقة، وهقص الخيط بتاعي واخفيه وارجع لكم. قبل ما نشرح التشبيك يا بنات، في وحدة تانية في الجيبة، وهي نصف الوحدة دي النص. طيب هشرح النص برضو بيتعمل ازاي علشان ابقى شرحت الجزئين. النص ده معمول في السطر الاخير فوق اللي قبل القمر على طول. برضو بنعمل دايرة سحرية او ماجيك رينج. هتلاحظوا ان انا دايما في بداية الشغل خالص في الدايرة بسيب الفتلة طويلة، والفتلة دي تخفيها كلها في قلب الوحدة، لان دي ممكن تدمر لك شغلك كله لو اتخلعت حتة بحتة بحتة. هوب المربع هيفك من المنتصف اذا مشروعك كله باظ، تمام؟ فانا عشان كده دايما في الدايرة السحرية بسيب جزء طويل من الخيط وبخفيه كله في قلب الشغل. هطلع برضو 3 سلاسل، والسلسلة الرابعة هي الفراغ اللي بين الوحدة. بعد كده بعمل عمود كمان. طيب انا في المربع كنت بعمل 8 اعمدة، في النص ده سلسلة اهو وبعدين عمود، في النص ده هعمل كام؟ هعمل 6 بس. سلسلة وكمان عمود، سلسلة وكمان عمود، 1 2 3 4 5، وادي سلسلة وادي اخر عمود، عشان يبقى معايا 6 اعمدة. هقفل الدايرة بتاعتي. انا ما كنت شغالة المربع كله على بعضه، كنت بقفل هنا بمنزلقة. لا انا مش هقفل بمنزلقة، انا هطلع من هنا 3 سلاسل ارتفاع والف الشغل بتاعي،
واجي في الفراغ هنا واعمل عمود عشان يبقى معايا هنا عمودين، واعمل سلسلة وهدخل في الفراغ اللي بعده اعمل عمودين سلسلة، وده هيبقى الفراغ اللي في المنتصف. هعمل فيه ايه؟ هعمل فيه صدفة مكونة من عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين، وبعدين هعمل سلسلة، والفراغ اللي بعده هعمل عمودين. انا المفروض يا بنات كنت اغير اللون، تمام، بس طبعا لاني بقول لكم انا بعمل عينة فانا نسيت اغير اللون. هوريكم تبديل اللون هنا في السطر اللي بعدين. وبعدين هعمل سلسلة، وفهاجي في اخر فراغ اعمل عمودين، ادي عمود وادي التاني، بس التاني مش هكمله، هسيب فيه حلقتين بس علشان اوصل لون الخيط، اوصل اللون التاني. طبعا انتي هتغيري كل سطر على فكرة، انتي هو مش قاعدة، انتي ممكن عادي تشتغلي سطرين ورا بعض بنفس اللون على حسب بقى ما انتي حب. انا سبت حلقتين، هدخل بالتالتة واشد الخيط بتاعي ده كويس واعمل 3 سلاسل، اشد الخيط ده بتاعي كويس، وهخفي بعد كده الخيوط دي في الشغل، والف الخيط، وهعمل ايه؟ هعمل كمان عمود هنا في الفراغ الاول عشان يبقى زي ما قلنا معانا كده عمودين وبعدين سلسلة. الفراغ اللي بعديه على طول هدخل اعمل عمودين، دي عمود وادي التاني سلسلة، والفراغ اللي بعديه هدخل اعمل عمودين، حد اتنين، وبعدين بعمل سلسلة. هيقابلني الصدفة، هدخل اعمل في منتصف الصدفة عمودين سلسلتين عمودين، ادي عمود ادي التاني، وبعدين سلسلة، والفراغ اللي بعديه عمودين سلسلة، الفراغ اللي بعديه عمودين سلسلة، وباجي هنا في اخر فراغ بين العمودين اللي هنا بعمل ايه؟ بعمل عمودين وادي التاني، وبعد كده خلاص كده الجزء بتاعي ده انتهى، ده الجزء اللي هو النص بتاع المربع، ده منتصف المربع، دي اللي بتبقى فوق بيبقى شكلها كده لما بتيجي تتوصل معاهم علشان تقدري تشتغلي هنا فوقهم ايه؟ القمر، ده في اخر سطر في الجيب، تمام. طبعا بتخفي زي ما قلنا، بتبقي خلاص بتقصي ده وتخفي الالوان في بعض. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بنعمل ازاي طريقة التشبيك بتاعة الوحدات مع بعض. انا عاملة كذا وحدة اهو علشان نشوف طريقة التشبيك. هو انتي بتشبكي هو اللانجري ده من شي ان، تمام، فهم منزلين منه لونين، لون ابيض ولون اسود. انا بقى ما عنديش لون ابيض، عندي اسود، بس الاسود طبعا مش هشبك بيه علشان خاطر تشوفوا، يعني مش هيبقى بالنسبة لكم اللون الاسود واضح في التشبيك، فهنشبك بأي لون عندي تاني، بالاصفر مثلا وليكن. هتجيبي اول وحدة هنشتغل عليها سطر من غرز السلسلة، هدخل في الفراغ هنا اللي بعد الصدفة ده هعمل عقدة اهي، وهعمل كام سلسلة؟ 5 1 2 3 4 5، واجي الفراغ اللي بعديها على طول واقفل بغرزة حشو، بعدين 5، والفراغ اللي بعديه اعمل غرزة حشو، وبعدين 5، 5 سلاسل. هاجي بقى للصدفة، اعمل ايه في الصدفة؟ حشو؟ لا، هعمل عمود 3 سلاسل عمود في نفس الصدفة، وبعدين 5 سلاسل،
هيجي الفراغ اللي بعد الصدفة هعمل غرزة حشو. 1 2 3 4 5 والفراغ اللي بعديه اعمل غرزة حشو. اول مربع ده زي ما قلت لكم هفضل ماشية 5 سلاسل غرزة حشو في الفراغ، بعدين 1 2 3 4 5. بعد كده هروح على الصدفة، هعمل فيها ايه في الصدفة؟ عمود، 3 سلاسل عمود. بعد كده بعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. اجي على الفراغ اعمل غرزة حشو، 1 2 3 4 5، والفراغ اللي بعديه اعمل حشو، وهكذا 5. هخلص كلهم اللي هخلص بس المربع ده، المربع بس ده بس اللي هعمل فيه كده، الباقي ما بعملش فيهم كده، هوريكم. هخلص زي ما قلت لكم هنقفل في كل واحدة 5 سلاسل غرزة حشو، الزاوية بس او الصدفة اللي بعمل فيها عمود 3 سلاسل عمود، هخلصها وارجع لكم. ده وصلت لاخر زاوية او اخر صدفة هعمل فيها عمود 3 سلاسل عمود. بعدين 1 2 3 4 5، 5 سلاسل، وبقفل هنا في غرزة الحشو اللي انا كنت، اللي هي الغرزة اللي انا كنت عاملاها هنا غرزة التثبيت، هي كانت بدل غرزة الحشو، هدخل فيها واقفل بمنزلقة، تمام، واقفل الشغل بتاعي واقطع الخيط. ده السطر ده بس اللي بعمل فيه كده، او المربع الاول بس، تمام. طيب بعد كده هشبك المربع ده فيه ازاي؟ هعمل نفس الطريقة دي؟ لا، هجيب الخيط بتاعي اهو وهدخل في الفراغ هنا، في اي فراغ براحتك يعني، واعمل 1 2 3 4 5 5 سلاسل، والفراغ اللي بعديها هقفل بغرزة حشو، 1 2 3 4 5، والفراغ اللي بعديها برضو غرزة حشو، 3 4 5. طيب هبتدي اشبك، انا عايزة اشبك منين؟ من الزاوية للزاوية، المربع ده عايزة اشبكه في المربع ده كده، ماشي. فهاجي عند الزاوية هنا وهبتدي اشبك، هعمل بعد ما عملنا ال5 سلاسل هعمل اول عمود في الزاوية، كنا بنعمل عمود 3 سلاسل عمود، هنعمل اول عمود وبعدين سلسلة، دايما هنشبك من السلسلة اللي في النص. انا معايا 3 سلاسل هنا، عملت اول سلسلة منهم، السلسلة التانية هتبقى ايه؟ هجيب الزاوية هنا، اي زاوية، تمام، اي زاوية، وهدخل بس من، يعني بصي خلي المربعين كده يعني، علشان ما تجيش تدخلي من قدام هنا يقوم المربع عامل ظهر مع وش، لا انا عايزه المربعين اهم كده، وادي الزاويه قدامي اهي. هاجي من تالت غرزه في الزاويه، الغرزه قصدي اللي في المنتصف التانيه، سوري، الغرزه اللي في المنتصف، وهدخل فيها واخرج، تمام، وغرزه حشو، وغرزه الحشو دي هتبقى مكان ايه؟ مكان غرزه السلسله التانيه، وبعدين السلسلة التالتة، وادخل هنا تاني ارجع اعمل العمود بتاعي. انا كده شبكتهم الاتنين هنا في بعض، تمام. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بعمل 5 سلاسل، بس ما بعملش الخمس، انا المفروض بعمل 5 سلاسل واروح اعمل هنا في حشو، لا، هعمل كام سلسلة؟ هعمل 2، التالتة بروح هنا على ال5 سلاسل اللي عليهم الدور في الجنب هنا اهو، وادخل في السلسلة التالتة واعمل حشو، وبعدين اكمل السلسلتين عشان يبقوا كده 5 سلاسل، ويجي في الفراغ اقفل بغرزة حشو، تمام. هقولها تاني علشان خاطر نسهلها، احنا بنقفل، انا ممكن امشي كده وتمشي وخلاص، لا انا عايزه اوريكي عشان انت لو حبيتي تشبكي اي مربع مع اي مربع في اي مشروع تاني. هنعمل كام؟ احنا بنعمل، كنا بنعمل في المربع اللي قبل كده كنا بنعمل
بنبروزه ازاي؟ بنعمل دي واحد اتنين تلاتة اربعة، بنعمل 5 سلاسل وندخل نعمل غرزة حشو، تمام. بس انا كده ما شبكتش، لا عشان اشبك بعمل ايه؟ بشبك في الغرزة اللي في المنتصف من الخمسة عشان تبقى متوسطنة. فانا بعمل ايه؟ بعمل السلسلتين، السلسلة التالتة بدخل باخدها الاول، بعلقها من هنا من التالتة اللي هنا، بدخل هنا واخد لفة واخرج، وغرزة الحشو دي بتبقى كأنها الغرزة التالتة المكملة هنا. انا عملت سلسلتين والحشو دي تعتبر هي التالتة، وادي السلسلة الرابعة والخامسة، وادخل في المكان اللي عليه الدور اعمل الحشو. كده انا عملت الخمسة بس مرورا بالمكان اللي قدامه علشان اوصل الشغل مع بعضه. نعملها تاني، واحد اتنين، كده انا عملت سلسلتين، السلسلة التالتة باخدها منين؟ باخدها مع التالتة اللي هنا، هي المقابلة ليها، واعمل حشو دي كأنها السلسلة الرابعة التالتة. نعمل الرابعة والخامسة ونروح نقفل بمنزلقة هنا بحشو، قصدي سوري، تمام. بعد كده بعمل ايه؟ بعمل تاني واحد اتنين، السلسلة التالتة بدخلها هنا في التالتة اللي قدامها، بعدين اعمل سلسلتين كمان عشان يبقى معايا الخمسة. طيب كنا بنعمل الخمسة هنا وخلاص، ما قبلنا الصدفة، هندخل نعمل ايه؟ نعمل عمود، كنا بنعمل عمود 3 سلاسل عمود، لا هنعمل عمود سلسلة، السلسلة التانية باخدها في التانية اللي في الصدفة اللي قدامها، الصدفة هي بنات اهي، بصوا كده اهي الصدفة اهي، انا هدخل في المنتصف بتاعها، تمام، واعمل غرزة الحشو وارجع اعمل العمود بتاعي سلسلة الاول، وبعدين اعمل العمود بتاعي هنا. عملت كام سلسلة؟ ماشي يا بنات، كده انا شبكتهم كده. طيب هو انا هرجع هفضل اشبك تاني؟ لا انا خلاص انا عايزه اشبك جنب واحد عشان يبقوا اتنين جنب بعض كده. هرجع بقى اشتغل ايه؟ 5 سلاسل بتوعي عادي، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، والفراغ اللي بعديه اعمل غرزة حشو، وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، والفراغ اللي بعديه حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، دخلنا في الفراغ اللي بعديه اهو، بعدين خمسة تلاتة اربعة خمسة، بيقابلنا الصدفة بنعمل فيها عادي عمود 3 سلاسل عمود، وبعدين 5 سلاسل 5، وبعدين غرزة حشو، وهكذا بقى لنهاية الدور، 5 وبعدين غرزة حشو، 1 2 3 4 5 غرزة حشو، 2 3 4 5، وبعدين بنعمل ايه؟ بنوصل للصدفة بنعمل عمود 3 سلاسل عمود، 1 2 3 4 5 سلاسل، وبعدين بنقفل فين؟ هنا في الغرزة اللي ابتدينا فيها، بنقفل فيها بمنزلقة، وبعدين نقص الخيط بتاعنا، تمام. وكده شبكنا مربعين في بعض. طيب عشان نشبك التالت بنعمل ايه؟ احنا بنقص الخيط من هنا، بنجيب التالت نوصل برضو في مكان هنا، في مكان ما براحتك، وتشتغلي على جنب، واول ما توصلي عند الزاوية تبتدي تشبكي الزاوية في الزاوية وهكذا، تمام. هتفضلي بقى تشبكي لغاية انت بتشبكي، وبترصيهم بقى الرصة بتاعت، بتطلعي بعدد تزايد، يعني انت بتشتغلي بتعملي زي الشيل كده، اقصر قطعة يعني واحدة فاتنين، فهكذا توصلي لغاية ما توصلي لطول طول انت بتاخدي المقاس بتاعك بتاع الجيبة دي على مقاسين، المقاس من الوسط لغاية المكان اللي انت عايزاه مفتوح، وبعد كده بتاخدي من الوسط الناحية التانية لغاية تحت خالص عشان تحددي الجزء اللي تحت، الجزء اللي تحت في الجيبة اللي هو بيبقى نازل واخد شكل المثلث كده،
تمام. ده بتاخدي مقاس الطول وتاخدي مقاس اللي انت بتقفلي عنده الجنبه فوق، لانك مش كل الجيبه مش مقفوله، انت قافله جنب والتاني نازل على مفتوح. تمام، انا كده خلاص خلصت. لو حابين ان انا اعمل لكم جزء تاني لطريقه التشبيك قولوا لي في الكومنتات وانا اشتغل وحدات اكتر، لان انا زي ما قلت لكم انا شغاله دول عينات هسيبهم. حابين ان انا اعمل لكم جزء للتشبيك بتاع الجيبه كامله، انا مش هتاخر اعمل لكم شويه وحدات. هو انا ليه ما اشتغلتش المشروع كامل؟ لان انا بصراحه المشروع ده غير مناسب بالنسبه لي تماما، وطبعا انا ما ببيعش الشغل اللي بعمله، وغير زي ما قلت لكم غير مناسب بالنسبه لي. ف برضو لو حابين ان انا اعمل لكم المشروع كامل على بعضه واشبكه لكم انا معاكم مفيش اي حاجه. كده انا عملت لكم المربع ده والمربع المثلث او اللي هو نصف المربع، عملت لكم ده وعملت لكم ده، والبرا الجزء اللي فوق من اللانجوري هحط لكم الفيديو بتاعه زي ما قلت لكم في صندوق الوصف، هي ايفا عاملاه. بس انتوا تحت بدل ما هتعملوا اي غرز، لا انتوا هتعملوا دايرة وردة زي دي بس هتبقى من سطرين بس، وتشبكوها في البرا من تحت بس كده. يعني انتوا كل اللي هتغيروه، وهي ايفا عاملة تحت البرا كذا سطر من غرز، مش فاكرة كانت غرز ايه، انتوا مش هتعملوا الغرز اللي تحت فيه، لا انتوا هتعملوا بدلها مربعات بس من سطرين وتشبكوها في البرا بس كده. لو في اي سؤال سيبهولي وان شاء الله بامر الله اجاوب عليه، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.